امرأة عليها قضاء نصف شهر من رمضان الماضي واقبل رمضان وهي لا تستطيع القضاء، ماذا عليها؟ هل يجزئ ان تطعم عن كل يوم مسكين؟ اذا كانت لا تستطيع القضاء مؤقتا فانها تؤجل القضاء ولو بعد رمضان، اما اذا كان ما تستطيع القضاء لا حالا ولا مؤجلا فانها تطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي. نعم.